السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. والله يا البنات الا فرحان وما قداني فرحه. يلا البنات، جدا من عرس واحد البنت خدمت ليها شي مسائل وعرضت عليا العرس، يعني فين زعما نكذبش عليكم شي. جات عندي قبل رمضان ودرت لها شي امور حيت عرفتو راه هاد الشتا تيبغي يعني المتابعه، ماشي غير واحد المره ديري وتقولي لا ما صدق ليا والو. هاد الشتا تيبغي المتابعه. الوصفه هاد الوصفه البنات اللي عطيت ليها ودارتها وتبعتها، واش تدير البنات؟ والله العظيم شي يكون يكون بينك وبينه بحر، تجيبيه تجيبيه. المشكل ديال هاد البنت كان اللي جا كتقول لك يعني كنكون مع الدايف علاقه يعني جديه، كيبغيني ونبغيه ويجي للدار ويجيب اهله كلشي، اتفقوا على المسائل واتفقوا على العرس، يفوت سيمانه جوج كيغبر الدري ما تجيب عليه حتى شي خبر. ودت لها واحد الوصفه البنات من قبل رمضان يعني وهي متبعاها، والحمد لله دابا والله العظيم يلا جات من العرس ديالها. هاد الوصفه البنات اللي بغاتها غنخليها لكم في القناه ديالي الثانيه، القناه ديالي الثانيه غنخليها لكم في صندوق الوصف، غادي يكونوا فيها وصفات جداد، وصفات اللي ما كتطوش في اليوتيوب البنات، الوصفات اللي رائعة جدا. وكيف ما انا اي حاجة طلبتوها مني كنلبيها لكم، ما كرهتكم الشاي، الله يسهل عليكم والله يتاويكم في الخير والله يحقق لكم ما تمنيتو البنات. كيف ما انا كنعطيكم وصفات مني وكنعطيكم داكشي مضمون 100%، ما كرهتكمش تمشيو للقناة ديالي وتشتركوا وتدعموني، الله يسهل عليكم. غنخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف، ما فيها باس الى وقفتوا الفيديو ومشيتوا تشتركوا في القناه، الله يسهل عليكم كاملين يا ربي. الفيديو ديال اليوم البنات غادي يكون واحد الوصفه خطيره، الطاعه العمياء كتدار الراجل كتدار حتى الاولاد، ما كاينش باس. بالنسبه للراجل بزاف البنات قالوا لي الراجل عندنا ما كيسمعش الهضره، كيتاخذ قرارات من راسه، يعني تيدير المراه في الدار زايده ناقصه، يعني مثلا بيبيع شي دار ولا عنده شي حاجه ما كيتشاورش مع المراه، وهذا راه مشكل. راه الراجل ما كانش كيتشاور مع المراه راه مشكل كبير. وطلبوني عافاك دينا شي وصفه، عافاك عافاك، وجبت لكم واحد الوصفه البنات رائعه بزاف. بالنسبه كيف ما قلت لكم هاد الوصفه طاعه العمياء، يعني من اليوم دير هاد الوصفه من اليوم الراجل والله العظيم ما يديرش شي حاجه الا ما شاورك ابدا. وهاد الوصفه كتدار حتى مع الاولاد، شحال من ولد دابا تيخدم وشحال من حاجه ويبدا يخسر في الفلوس وكلشي، يلا كتبان ليه الحياه وكلشي، كتقول ليها مو وليدي جمع شويه الفليته دوال الزمان حتى مزيكين تيضربوا الزلط وكلشي، وما كيتشاورش مع والديه، بخصوص الام، بخصوص الام اللي ما كيتشاورش مع امو راه والو، بحال الا كتكبل ما في الرمله. هاد الوصفه سوا درتيها لراجلك سوا درتيها لولدك سوا درتيها لاي حد، راه والله العظيم ما يديرش ما يخطى خطوه الا ما تشاورش معاك ولا ما استشارك. الوصفه ديال اليوم البنات ساهله مهله، كيف ما شفتوا في العنوان، شربيه ما قدامك وخليه يسمع غير كلامك. اي هاد الوصفه البنات فيها ما القدام وفيها العسل، راه ما فيها حتى شي حاجه، راه سهله 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 سهله. وكونوا تسمعوا البنات الهضره وكونوا عيالات وقادات، ماشي غير ريح اللي جاي يديكم، كونوا البنات عيالات وقادات. هاد الوصفه البنات خصك تمشي للحمام، كسمعوني مزيان، تمشي للحمام تدخلي الحمام تكسلي ليا مع راسك يعني غسلي شعرك وكلشي، وهاد الحمام غتركزوا لي البنات بالضبط على الرجلين، الرجلين حكيهم 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 حكيهم، ما تبقى فيهم وسخه، ما تبقى فيهم، ما تبقاش فيهم وسخه وحده ما تبقاش فيهم. ومن الاحسن تدي معاك شي مطهر، يعني فهمتوني شي مطهر، يعني شي حاجه مطهره الرجلين فهمتوني، ولدو معاكم ملحه تغسلو بها الرجلين. او سمعوني مزيان، كتمشي للحمام كتدي معاك بعدا واحد القريعه ديال الماء من الدار، هذه راه مهمه نوريكم اش تقول اش ديروا بها، وكتدو معاكم شي مطهر ولا الملحه، كتغسلو جلدكم مزيان وبالضبط الرجلين، الرجلين شتي تفركيهم تفركيهم، ما تخلي فيهم وسخه وحده ما تخليهاش فيهم، حتى تفركيهم مزيان وتهزي داك الماء اللي جبتي معاك من الدار، قريعه ديال الماء تحطيها في صاكك وتدخليها معاك للحمام، تهزي رجليك بعد ما حكيتيهم، راه كنعاودها ونقولها حكيهم مزيان ما تخلي فيهم وسخه، ودي معاك شي مطهر ولا دي معاك الملحه يعني ديريهم يعني تعقميهم، وتهزي يا لالا واحد البانيو حيت ما خصك الشاي تغسلي رجليك في التراب، تهزي واحد البانيو وداك الماء اللي ديتي معاك من الدار
داك الماء اللي ديتي معاك من الدار تشلي بيه رجيلاتك في داك البانيو بجوجهم، تشلي بيه يعني قدامك بجوجهم، تشليهم البنات وتدي معاك داك الماء تديه للدار، تخويه في قرية وتديه معاك للدار. سمعوني، وماشي بالشرط انكم تمشيو للحمام، يعني غير زعما الحمام تيكون سخون ويخرج له صح مزيان، يمكن لك ديرها غير في الدار، يمكن ديرها غير في الدار وتحكي رجليك مزيان، راه ما خصكش الماء تخلي فيهم شيء، وسخه واحده ما تخليهاش فيهم، وسخه واحده ما تخليهاش فيهم، وتعقميهم تعقميهم ودري لهم ملح، حيت الملح راه تتعقمهم ما تخلي والو رجليك. كيف ما قلت لك تهزي الماء ديال الدار اللي كيشرب منه، داك الماء اللي كيشرب منه مول الدار، يعني كيشرب مثلا في الروبيني كتدي معاك الماء ديال الروبيني، كيشرب مثلا داك بالاحسن البنات تهزي قرعه ديال الماء تشرب، يعني كتشوف في الدار تهزي قرعه ديال الماء يكون شرب منها راجلك ولا شرب منها ولدك، تهزها هي تدي معاك للحمام ولا تدخليها معاك للدوش في الدار، هي اللي تشلي بها رجيلاتك. بعد ما تكوني حكيتيهم مزيان وتيليهم معقم وحكيتيهم بالملحه، تهزي بانيو، تهزي بانيو تشلي فيه قدامك بجوجهم، داك الماء اللي شرب منه راجلك ولا شرب منه ولدك. تجي للدار ولا الا دويني مشيتي للحمام، الا كنتي في الدار يعني دويتي في الدوش ماشي مشكل، كتجي للدار كتهزي داك الماء اللي يعني كيكون ما قدامك، غسلتي داك الماء اللي غسلتي به قدامك، كتغسلي كيف ما قلت لك في بانيو، حيت الماء داك الماء ما خصوش يتكب، كتهزي جوج قدامك كتحطيهم في البانيو وتغسليه بداك الماء اللي شرب منه راجلك ديك القريعه، وتهزي داك الماء وترديه لك القرعه وترديه للدار. سواء كان راجلك كيشرب قهوة، سواء كان كيشرب عصير، سواء كان كيشرب غير الماء، ما عندكش بنيتي مشكل، ما كاين حتى شي مشكل. بحال دابا مثلا قالك صايب لي قهوة، تمشي للكوزينة تصايب لي قهيوة وتزيدي ليه داك الماء، تزيدي ليه داك الماء ديال قدامك ومعلقة ديال العسل. ها البنات شوف كيف ما قلت لكم البنات، سواء كان راجلك يعني كيشرب قهوة ولا شي حاجة ولا ولدك، يعني كيف ما قلت لك راه هذه الطاعه العميه، راه والله العظيم وديروها الراجل ما يسمع غير هضرتك، كتهزي داك الماء اللي جبتي معاك من الحمام ولا الا دوشتي غير في الدار، يعني من الاحسن دوشي في الحمام، الحمام كينقي مزيان، كتهزي داك الماء وكونوا عيالات وقادات، كتهزي داك الماء قالك مثلا راجلك صايب لي قهيوه، كتهزي داك الماء كتكبي منه غير شي شويه، هاد الوصفه كتبغي المتابعه، كتهزي منه شويه وتخلطي مع ديك القهوه وديري فيه نقطه ديال العسل. ها شوفوا كرفصتي يديا، ها هو العسل، نقطه ديال العسل وصافي. كل مره قالك راجلك باغا عصير تخلطي معاه واحد شويه ديال الماء، داك الماء غير شي شويه قريعه صغيره، تخلطي مع داك شويه ديال الماء ومعلقه ديال العسل، والله العظيم ما تلاش السيد يولي تشاور معاك، غير انت كلامك في الفوق وكلامك انت طالعه وانت نازله، المهم سواء كان ولدك سواء كانت بنتك سواء كان راجلك، اي واحد ما كيتشاورش معاك راه ديري هاد الوصفه ابقى يتشاور معاك، تكوني غنتيه. يا والله يسهل عليكم البنات، تكونوا عيالات وقادات، تكونوا عيالات وقادات وباليو براسكم شي شويه، راه قالك الله سبحانه وتعالى سبب عبدي وانا نعاونك، نتوما جالسين وتقولوا لي لا الراجل، لا الراجل راه مثلا كيديها فيا مثلا، هذا راه ماشي غير الوظيفه ديال البنات اللي خاصكم، خاصكم تهتموا براسكم شي شويه، خاصكم تصيبوا الشعر وتلبسوا شي لباس زوين، باش الراجل يديها فيك ماشي انت يا خانزه بالبصله وتقولي الراجل ما يديها فيك، ايه الوصفه كيخدموا يعني يخدموا هاد الوصفات، ولكن انت خاصك تبان براسك، خص الراجل دائما يشوفك كنواره، فهمتوني دابا خص الراجل دائما يشوفك كنواره. ايوا اش نقول لكم البنات، سيروا البنات الله يسهل عليكم كاملين، وهاد الوصفه راه كيف ما قلت لكم مجربه ومضمون على ضمانتي، على ضمانتي، وراه ان شاء الله غادي يكون في المستقبل وصفات اللي راه شي حاجه رد عاوتاني شي حاجه ما كدورش هاد الدريات، غنخليهم لكم في قناتي الثانيه اللي غنخليكم الرابط في صندوق الوصف. وديك البنت اللي كانت كتفرج فيا دابا ديك اللي حضرت ليها اليوم العرسها، مي تقول لي الله يخلي لك راجلك والله يتاويكم في الخير يا ربي ان شاء الله، والله الا فرحت لك بزاف، واش غنقول لك ابنيتي الله يتاويك انت وراجلك في الخير، والله يرزقكم الذريه الصالحه يا ربي، وكيف ما فرحتيني الله يفرحك حتى انا، راه الحمد لله باش تعرفي راه هادشي راه غير المحبه ديال الناس وصافي، وما كرهناش كامل بنات المغرب يتزوجوا ويكونوا بولادهم، وماشي اي زواج، اذا كان غير اللي
كاين بناتي، والله يفرحكم يا ربي، والله يسمعكم اخبار الخير في القريب يا جي يا ربي. وسمحوا لي اللي كنت كتعطل عليكم، ان شاء الله راه جيت وصفات. يعني انا ماشي من دوك الناس اللي يعني تيلوح بزاف، كتلقاي دابا شي قنوات الله يهديهم يعني كيعطوا وصفات زوينه، ولكن عاد ثاني شي كيشوف انواع غير تيخرقوا، كيعطوك يلوحوا لك 70 فيديو في النهار. انا كل نهار نلوح فيديو، مره هي مره لا، مره انا بطاف وتشهر ما نلوح الفيديو. كنبغي نجيب لكم وصفات اللي يكونوا زوينين ومجربين ومضمونين. ايوا البنات شحال لكم، الله يسهل عليكم. وما تنساوش كيف ما قلت لكم تشتركوا في قناتي الثانيه، غيكونوا فيها وصفات مختلفه ان شاء الله، وغادي تكون متنوعه فيها يعني الدواء ديال البوم زويد، الدواء ديال زياده الوزن كيفاش ديروا داك الليك الصحراوي، غيكون فيها ان شاء الله الجرب والقبول. وغنعطيكم وصفه الخطيره اللي درت لهاد البنت ان شاء الله، يتزوجات لي بلا ما نذكر سميتها، يعني داكشي كيبغي السترا. سير بها بنيتي، الله يتاويكم في الخير انت وراجلك، الله يرزقك ان شاء الله.